كل يوم في منتصف الليل تماما يتم إيجاد ضحية بسبب قاتلة اشتهرت بوضع ساعة في مقلة عينها. كلوكورك موضوع مقطعنا هذا اليوم، معكم أندر في مقطع جديد من طلب النهائي نور والنهائي جيف تي كي حول سفاحة الساعة كلوكورك. لذا قبل أن نبدأ ضع لايك لدعمنا واشترك بالقناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد ولننطلق. تبدأ القصة من فتاة في 15 من عمرها تسمى ناتالي أوليد. كانت ناتالي تعيش وسط عائلة من النوع الذي يهتم للفتيان فقط، فقد كان أخوها من يحظى بالاهتمام العائلي، إضافة إلى أن عائلتها كانت من النوع الفاسد الذي يضرب ويعنف أبناءه لأقل الأفعال، وهذا ما كانت تعانيه ناتالي في بيتها. أما في المدرسة فكانت ناتالي من ذوي الدرجات المتوسطة، فهي ليست من المتفوقين ولا من الراسبين، لكن كانت تهتم للوقت كثيرا بسبب مرضها النفسي المسمى بمتلازمة ضبط الوقت الذي يجعلها لا تحب أن تتأخر ثواني في مواعيدها. لكن هذا المرض قد تعارض مع حياتها الواقعية، فقد كانت كلما تتأخر في شيء ما تخيط غرزة في جسمها بعد وضع جرح عميق بسكين. كان الأمر مؤلما لكنها رأت أنه يستحق ذلك بسبب مرضها. وفي أحد الأيام مرت على محل بالساعات وقد أعجبت بساعة فضية من النوع القديم، ولكن لم تكن تملك المال الكافي لشرائها، فقامت بأخذ المال من والديها دون إخبارهم. وعند عودتها ليلا كانت تشعر أن هناك خطبا ما قد حدث، خصوصا أنها لم تأخذ جرعات كافية من أدويتها كالعادة. وعند عودتها للبيت كان صراخ والديها يملأ المكان، وكان موجها إليها بسبب الأموال التي أخذتها دون إخبارهم، وقد كان أخوها من أخبر والديها عن ذلك. انهمر عليها والديها بالضرب، فكانت ناتالي قد بدأت تدخل في حالة هستيرية من شدة الضرب والصراخ عليها. وبعد أن تركاها ذهبت فورا إلى المطبخ وجلبت سكينين، ودون سابق إنذار حشرت سكينا في رقبة والدها ثم طعنت قلب والدتها. كان المنظر مروعا وأخوها ينظر إليها وقد أصيب بالشلل في أرجله من الخوف. ثم قامت بمعاقبة نفسها لأنها تأخرت كثيرا في عقاب والديها عبر نزع مقلة عينها ووضع ساعتها الفضية اللامعة في تلك الفجوة، واتجهت إلى أخيها المرعوب وقالت له كلمتها المشهورة: لقد انتهى وقتك. وهكذا كانت بداية سفاحة الساعة المرعبة التي لقبت بكلوك وورك. أرجو أن يعجبكم هذا المقطع أيها النهائيون. أما بالنسبة للإجابة عن سؤال المقطع السابق فإجابته هي SCP-73 المسمى بقابيل. وبالنسبة لسؤال مقطع هذا اليوم فهو: من هو تابع جاك الضاحك الذي قدرته تتعلق بالحلوى؟ ننتظر إجاباتكم في التعليقات، كما أتمنى لكم عيد أضحى مبارك ولكل نهائي ونهائي ولكل مسلم ومسلمة في هذا العالم، خصوصا أننا اقتربنا من 1000 مشترك. أراكم في عالم النهائي.